بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 103 من كتاب الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان، من كتاب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته. قضى تأتي بمعنى أدى، وتأتي بمعنى قضاء ما كان عليه، يعني لها معنيان. يثني على الله بما هو أهله، يعني يمجد الله ويذكر الله، ثم يكون في آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي. خلينا نقول آمين. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني، واجعل لي نورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. هيك نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، في رواية سليمان عن طاووس: إذا قام من الليل يتهجد. وأنتم تعلمون أن التهجد يعني قيام جزء من الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، اختصه الله عز وجل به، وعلى أمته ندب. طيب، قال: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وفي رواية يتهجد، قال: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد، يعني يحمد الله عز وجل، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. قيام يعني في رواية قيوم، وهي المشهورة على ألسنتنا، قيوم السماوات والأرض، يعني القائم بنفسه بتدبير خلقه والمقيم لغيره. يعني هلا أنا وأنت قائمين بمن؟ أنا قائم بالله، وأنت قائم بالله، وكل الوجود قائم بالله. فقط القائم بنفسه من؟ الله. لا يحتاج إلى من يقيمه، لا يحتاج إلى من يمده، نحن نعيش على مدد الله. أما الله، وقمنا بأمر الله بتدبير الله، لكن ما هي صفة القيوم؟ تذكر قائم بنفسه، هي إحدى صفات الله عز وجل. قال: أنت قيام، يعني بمعنى قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق. يعني في غير الله حق؟ كلنا زائلون. من الذي يبقى؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق. يعني هل هناك مفر من لقاء الله؟ أنا بتعرفوا في شغلة هيك بتذكرني بالله، أحيانا بيطلع معي على باليوتيوب إنه الذين ماتوا مين ما كان، ممثلين، رؤساء، شو بدنا، بس شوف صورة إنسان ما بتصور بقى إنه هذا مشي، وأنا حامشي مثل ما مشي، ما في مهرب من الموضوع. يا ترى أنا مستعد؟ ذكر الموت، ذكر الأموات، ذكر من مضى يذكرني بالله. لذلك سيدنا عمر ماذا كان نقشه على خاتمه؟
كفى بالموت واعظا. نعم. قال ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. إذا بدنا نعود نشرح كل واحدة منهم إذا بدنا درس، لكن نحن والساعة حق. اللهم لك أسلمت، شو يعني أسلمت؟ يعني استسلمت. لذلك إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو الدين الذي أنزل على كل الأنبياء. سيدنا عيسى كان مسلما، سيدنا موسى كان مسلما، وسيدنا آدم كان مسلما، وسيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، كلهم استسلموا لأمر الله. الله سمى الدين اسم واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. بعدين إن اختلفوا جاءوا بتسميات أخرى. لك أسلمت وبك آمنت يعني صدقت، وعليك توكلت، وإليك أنبت يعني رجعت، وبك خاصم. أنا عندما أخاصم، عندما أقيم الحجة على الملحد أو أرد على الشبه، بمن أخاصم؟ بالله. من الذي أعطاني هذه الحجة؟ من الذي مكنني فيها؟ من الذي أطلق لساني؟ من الذي ثبت الذاكرة؟ المعلومة التي قرأتها أو تلقيتها عن شيوخي، من الذي حفظها لي هنا؟ ومن الذي أعانني على أن أنجزها؟ لذلك الدعاء يعني في دعاء بعض الصالحين، اللهم احفظ لي العلم إلى وقت الحاجة إليه. وقت الحاجة مرتين، مرة عندما تقيم الحجة أو تعلم، ومرة عندما يكون هذا العلم حجة لك لا حجة عليك بين يدي الله عز وجل. قال وبك خاصم وإليك حاكمت يعني جعلتك أنت الحاكم. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق لله والأمر لله. ما بتقلي شرعة دولية وشرعة ما بعرف شو. الشرعة لله، الشرعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. اللي خلق هو أعلم. يعني لما هلا بتشتري براد، شو بتقول له؟ وين الكتالوج؟ تلفزيون، شاشة، فريزر، أي مليون مولينكس، أي شغلة، شو بتقول له؟ وين الكتالوج؟ عشان شو؟ عشان تعرف كيف بدك تشغلها. ليه؟ لأنه أعلم إنسان بهذا الجهاز هو من صنع المعمل. ولله المثل الأعلى. الأعلم بحاجتي، بسعادتي، بما ينبغي أن أفعل وما لا ينبغي، بما يجوز وما لا يجوز، من؟ الله سبحانه وتعالى. بيقول لك إذا بتحط الفيش هون تضربها، إذا بتحط هي وهي بقلب بعضه بتضربها، إذا حطيت هيك حتى الدواء بيقول لك إذا حطيته بدرجة حرارة معينة بيخرب. طيب أنت عم تسمع الكلام، ليش ما أسمع كلام الله؟ مهم؟ طيب قال وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي. قولوا فاغفر لي، فاغفر لي، رفعوا صوتكم فاغفر لي يا رب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت في نسخة، وأسررت وأعلن، وما أعلن. أنت إلهي، أنا عبد وأنت ربي. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لا إله إلا. هي مرة واحدة بس نحن نكررها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.